السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. في حلقة الليلة سنسلط الضوء على واقع ومستقبل المنظومة الصحية في مدينة تعز. يوما بعد آخر تتداعى المنظومة الصحية في مدينة تعز المحاصرة لتلقي بثقلها وفظاعتها على الحالة الإنسانية المهددة بكارثة وشيكة جراء استمرار الاقتتال ومنع دخول المساعدات الإنسانية من جميع المنافذ باستثناء المنفذ الغربي المحرر. أمين عام نقابة الأطباء في تعز الدكتور صادق الشجاع قال إن 37 مستشفى أغلقت أبوابها من أصل 45 مستشفى حكوميا وخاصا، فيما بقيت تعمل فقط بعض الأقسام المدعومة من منظمات خارجية. ويضيف شجاع في تصريحات صحفية أن الوضع المالي للمستشفيات أصبح سيئاً وأن هناك كادراً طبياً لم يستلم رواتبه منذ شهرين تقريباً، إضافة إلى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضاً المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة غائبة عما آل إليه الوضع في تعز وأن لجنة طبية طوعية تعمل بقرار من المحافظة وهي من تشرف على احتياجات المستشفيات العاملة حالياً. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر أو هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما مدى خطورة الوضع الصحي في تعز وكيف تتعامل المنظمات الدولية معه، وأين دور الحكومة ووزارة الصحة من تفاقم القطاع الصحي وسبل إنقاذه. هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوفنا الليلة في زوايا الحدث، لكن مشاهدينا بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. لا تحتاج صور كهذه إلى إفاضة الشرح، وحدها اللجنة الطبية من وصفتها بالكارثة وربما المأساة. في تعز تتفاقم الحالة الإنسانية وتلقي بفظاعتها على القطاع الصحي. في أقسام المستشفيات العاملة والمتهالكة تسمع أنين أطفال ينهش الوجع أجسادهم النحيلة دون ما أي حيلة للتخفيف من ألمهم. فالمنظومة الصحية باتت معطلة بفعل القصف المدفعي والصاروخي المستمر، حالة يبدو أنها ستستمر ما بقي القتال مشتعلا في المدينة وتعذر تأمين الممرات الإنسانية لدخول المساعدات. يقول الأمين العام لنقابة الأطباء صادق الشجاع إن 37 مستشفى أغلقت أبوابها من أصل 45 مستشفى حكوميا وخاصا، فيما بقيت تعمل فقط بعض الأقسام المدعومة من منظمات خارجية. لا يقتصر الوضع على إغلاق معظم المشافي والمراكز الصحية أبوابها أمام المرضى والجرحى، بل وصل الأمر إلى حد وقف مستحقات الكادر الطبي نفسه. يؤكد أمين عام نقابة الأطباء أن غالبية الكادر الطبي في المدينة لم يستلم مستحقاته الشهرية منذ شهرين تقريبا، إضافة إلى نقص الأدوية والمستلزمات والمشتقات النفطية. وفي ظل غياب الخدمات الصحية بعد إغلاق عدد من المستشفيات، باتت هذه المؤسسات والمراكز عاجزة عن تلبية احتياجات السكان، ما تسبب بظهور حالات سوء التغذية وانتشار بعض الأوبئة والأمراض. ومنذ كسر الحصار الجزئي على خط الضباب غرب المدينة، ظل السكان يأملون في دخول المساعدات الطبية، إلا أن أملهم لم يكتمل بعد، بل زادت خيبات أمل الكادر الطبي الذي لا يزال يعمل في ظل الظروف الراهنة، وتكالبت عليه الضغوط خصوصا بعد عودة بعض النازحين إلى منازلهم. لا يسمع في تعز سوى الأنين وصرخات الاستغاثة، فيما تصم الحكومة عبر وزارة الصحة أذنيها، أو بالأحرى تبدو عاجزة عن إنقاذ المستشفيات والمراكز الصحية من الانهيار، وتكتفي فقط بالتصريحات والوعود، بينما اكتفت قيادة المحافظة بتشكيل لجنة طوعية للإشراف على احتياجات المستشفيات العاملة، وهي مستشفيات توشك على الإغلاق بعد توقف معظم أقسامها. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش سينضم إلينا رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز الدكتور فارس العبسي. دكتور مساء الخير. مساء النور، كل عام وانتم بخير. وانت بخير ايضا دكتور. يعني بدايه لو نبدا معك، يعني هناك بعض وسائل الاعلام نقلت ارقام مرعبه عن حال القطاع الصحي في مدينه تعز، هل يمكنك ان يعني ان تجمل لنا هذه الاحصائيه بكثير من التفاصيل؟ سيدي الفاضل، يعني وضع تعز المأساوي بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص، يعني الارقام مهوله جدا، مجرد ذكرها يشمئز له الابدان. يكفيك أن تعرف أن الجرحى تجاوز ال 20,000، المستشفيات ال 42 وليس 37 تم إغلاقها. نعم. المستشفيات العاملة الآن في طريقها إلى الإغلاق، الكادر الطبي ينزح من تعز قليلا شيئا فشيئا بحكم انعدام الجانب المادي والحوافز المادية. نعم. الأدوية والمستلزمات الطبية تكاد تكون مختفية في مدينة تعز، حتى المعبر الغربي الذي سمعنا أنه فتح شبه
مفتوح لم نستفيد منه أي شيء. نعم. مأساة الجرحى تتفاقم، نحن الآن على موسم أمطار والقاذورات يعني المقذوفات ملآن في الشوارع، وتنبئ بكارثة بيئية صحية قادمة لمدينة تعز. نعم. هذا الوضع مختصر وبشكل بسيط جدا. نعم، لكن دكتور يعني هناك بعض المراكز التي ما زالت يعني تعمل حتى اللحظة في تعز، بينما أعداد الجرحى يعني بشكل يومي بالعشرات، يعني كيف يتم التعامل مع هذه الحالات وأين يتم علاج هؤلاء الجرحى؟ طيب سيدي فضل، استمرارية الحصار واستمرارية المقذوفات من جانب الميليشيات يوميا، أكيد الحوادث تستمر والجرحى يستمرون وتدفقهم للمستشفيات يستمر. مستشفيات القائمة الآن في مدينة تعز، الروضة، الثورة، الجمهوري، التعاون، الحكمة، كلهم يعني أنا أوجه رسالة شكر للكادر العامل في هذه المستشفيات بشكل، لأنهم يعملون بشكل متواصل بشكل طوعي، يتناسون آلامهم، يتناسون مطالبهم الاجتماعية، ومع ذلك ما زالوا مستمرين في العمل، يستقبلون الجرحى بكل الإمكانية اللي موجودة، أولا بعواطفهم كبشر وعواطف إنسانية، ثم بالإمكانية المتاحة لهم يتم التداول بالمستشفيات، سواء بالكادر سواء بالأدوية، أشياء متواجدة في المستشفى يمكن نقلها للمستشفى الآخر. يعني نعمل من الله عز وجل بس أن يكون الإسعاف سريع، لأنه قد يتوفى المريض وهو في الطريق، قد يتوفى أول ما يصل للمستشفى لانعدام المادة أو انعدام الكادر. نعم. يعني الوضع في تعز مأساوي جدا، ونقول جزا الله خير من هم ما زالوا قائمين على القطاع. نعم. الصحي في محافظة تعز. نعم دكتور، يعني هناك أعلن عن أن هناك لجنة من قبل المحافظة، يعني لجنة طوعية شكلت من أجل تقييم الوضع الصحي في مدينة تعز، يعني ما الذي قامت به هذه اللجنة؟ وهل أيضا لكم تواصل مع هذه اللجنة؟ يا سيدي الفضل، اللجنة قرابة السنة الآن لها، وما أصلا ما يسير الوضع الصحي في تعز إلا هذه اللجنة منذ سنة، والحمد لله، نقول والحمد لله بجهود شخصية وبجهود. نعم. فاعل خير ما زالت هذه اللجنة قائمة إلى اليوم. اللجنة تم تشكيلها من قبل المحافظ وانتهى الموضوع بالنسبة للجانب الحكومي، وهنا أوجه رسالة إلى حكومتنا الشرعية أن يعني أن يتقوا الله عز وجل في تعز، في مرضى تعز وجرحى تعز، لأنه ليس لهم أي دور في تعز. هذه اللجنة قامت بشكل طوعي بجميع أفرادها المكونين من 10 أفراد وكلهم أطباء محترمون واستشاريون، سعوا جاهدين للتواصل مع المنظمات، للتواصل مع منظمة المجتمع المدني، للتبرع الشخصي، للعمل الشخصي بأيديهم طوال 24 ساعة. نعم. اللجنة هي التي تسير عمل القطاع الصحي منذ سنة إلى الآن، وستستمر إلى أن يتم حل هذه المشكلة وهذه المعضلة في محافظة تعز. نعم دكتور، يعني تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن الطبيب في مستشفى الروضة الدكتور أحمد فرحان. دكتور مساء الخير. مساء النور، كل عام وانتم بخير وعيد مبارك. وانت بخير دكتور. يعني دكتور، لو بدانا معك من يعني لو تصف لنا الوضع الصحي في مستشفى الروضه، يعني ما مدى جاهزيه هذه المستشفى يعني في استقبال الحالات التي يعني تتوارد اليها كل يوم؟ والله كما قال زميلي الدكتور الفارس حفظه الله، الوضع الصحي في تعز تضرر مأساه جدا، الوضع بشكل عام والصحي بشكل خاص. نحن من مستشفى الروضة نقول طبعا المستشفى إلى جانب كان وحيدين منذ. نعم. بداية الحرب منذ عام ونصف. مستشفى نعاني الكثير والكثير لقلة الإمكانيات وشحتها بسبب الحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من عام ونصف. نعمل بإمكانيات بسيطة ومتوسطة جداً وبقدر ما يتيح لنا. نعم، هل ما زالت المستشفى يعني قادرة على الاستمرار؟ الحمد لله رب العالمين، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الزملاء والقائمين لا زال العمل مستمر، لكن بإمكانيات كما قلت البسيطة وشحيحة جدا. أحيانا تتوقف العمليات بسبب نقص الأكسجين، كذلك قسم العناية يتوقف، احيانا المستشفى يتوقف، مهدد المستشفى بالاغلاق في اي لحظه نتيجه انعدام الادويه والامكانيه والمعدات الطبيه اللازمه الى معالجه الجرحى، الى جانب اننا نشكو من عام ونصف من انقطاع الكهرباء. نعم. والكهرباء ضروري جدا، ضروري جدا لتشغيل المستشفى وتشغيل اي شيء هناك. نعم. نستخدم المولدات الكهربائيه التي هي تشتغل على المادة في البترول والديزل، وهذه المادتين كما نعلم أنها شبه محظورة. نعم. أو معدومة في السوق اليمنية.
لا تأتي إلا عن طريق الأسواق السوداء. نعم، يعني دكتور لو تسألنا عن الحالات حالات الجرحى أو إحصائيات إذا كان لديكم بالحالات التي تصل يوميا إلى المستشفى، وأيضا إجمالي الحالات التي استقبلتها مستشفى الروضة خلال الفترة الماضية. الإحصائي الدقيقة بصراحة لا أستطيع أن أقولها، يعني تتوفر لدي إحصائية دقيقة، لكن يوميا نستقبل أعداد كبيرة جدا من الجرحى. نعم. كانوا من المواطنين وأغلبهم من المواطنين المدنيين، نساء وأطفال، وهناك من أبطال المقاومة الشعبية، إلى جانب أننا لا نعاني فقط من ازدحام الجرحى ومرتفعات الجرحى. الناس يتحدثون عن الجرحى وعن معاناتهم. نعم. نعم هناك معاناة وهناك جرحى، لكن هناك مرضى أخرى، مرضى القلب، مرضى الجهاز العصبي، مرضى الكلى بكثرة، لا يجدون أدوية، لا يجدون أماكن يتعالجون فيها. نعم. بسبب إغلاق المستشفيات، يعني لا يعاني فقط الجريح في تعالج، يعاني الجريح ومريض القلب ومريض السكري ومريض الكلى. نعم. ومريض الجهاز العصبي، أمراض كثيرة مزمنة أصحابها يعانون من عدم. نعم. يعني دكتور في ذكر هذا الموضوع، دكتور في هذا الموضوع تحديدا، يعني هل ما زالت مستشفى الروضة تعمل بكامل أقسامها، بمعنى أنها تستقبل جميع الحالات، أما يعني ما يعمل حاليا هو قسم الطوارئ فقط؟ الذي يعمل في قسم في المستشفى هو فقط قسم الطوارئ وقسم العمليات والعناية المركزة فقط، أما بقية الأقسام الأخرى منذ بداية الحرب أغلقت تماما لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتشغيل. نعم. هذه الأقسام، لكن تضطر أنت في نحن في قسم الطوارئ أن تستقبل الحالات الطارئة كالإصابات الكبد بقدر يتحدث أولية. وأحيانا والله يا أخي أقولها بصراحة وليسمع العالم كله، مات علينا الكثير لا نستطيع أن نسعفهم من أمراض الكلى المزمنة وأمراض الكبد المزمن. مات أمامي أكثر من حالة من يعانون من هذه الأمراض المزمنة، لا نستطيع أن ننقذ إسعافهم، أن ننقذ حياتهم حتى بكرة. لا تتوفر، كانت تتوفر في أي صيدلية قبل الحرب، الآن شبه معدومة تماما. نعم، أشكرك دكتور. نعم. يعني وأعانكم الله. نعود إلى ضيفنا الآخر الدكتور رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز، الدكتور فارس العبسي. دكتور فارس، يعني إذا ما تحدثنا عن المنظمات الدولية، هل هناك حضور لهذه المنظمات في الجانب الطبي في مدينة تعز؟ طبعا نحن لا ننكر دور المنظمات الدولية في محافظة تعز، وبالذات في بداية المشوار في أيامنا حاليا، يبدو أن كلما طالت المدة كلما فترت الهمام، بس يظل لها جهد ويظل لها دور موجود، وفعلا لها دور بارز في إمداد محافظة تعز، وبالذات منظمة الصحة العالمية، الهلال الأحمر القطري، الإخوة في الإغاثة الكويتية، هؤلاء لهم أيادي بيضاء في محافظة تعز، ولكن نسأل الله عز وجل أن يستمر هذا الدعم. اللجنة الطبية ما زالت في تواصل مع الناس جميعا، سواء كانت المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني، لأن هذا السبيل الوحيد لاستمرارية العمل في القطاع الصحي في محافظة تعز. نعم دكتور، إذا ما تحدثنا عن وزارة الصحة، يعني ما أين حضور هذه الوزارة في تقييم الوضع الصحي وأيضا دعمه في مدينة تعز؟ للأسف الشديد ليس لها أي دور يذكر في محافظة تعز، يعني إلى الآن حتى لا يوجد أي تواصل مباشر بين يعني سوء التواصل مع اللجنة الطبية العليا ووزارة الصحة، سوء التواصل بين وزارة الصحة والمرضى، سوى التواصل الميزانية التشغيلية للمستشفيات، يعني صفر تواجد وزارة الصحة في محافظة تعز، صفر، لا يوجد، وهذه وصمة عار في جبينهم إلى أن شاء الله عز وجل. نعم دكتور، يعني ماذا عن دور مكتب الصحة بالمحافظة فيما يتعلق بتوفير احتياجات المستشفيات من يعني من مادة البنزين والوقود؟ طبعا هي اللجنة الصحية، اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز، هي التي الآن تقوم بدور مكتب الصحة في محافظة تعز، لأن المكتب الأول انتهى، ليس له وجود منذ أكثر من سنتين، وبالتالي هي نفسها التي تعمل على توفير المستلزمات والمشتقات النفطية ومتابعتها الأدوية ومستلزمات كلية جميع المستشفيات، والآن قادم الأيام ينبئ بكارثة طبية، لأن المشاكل عادت، انعدام مادة الأكسجين، انعدام مادة الديزل وارتفاع سعره، صعوبة توفر الأدوية والمستلزمات وبالذات أدوية التخدير وأدوية العمليات، هذه هي المشاكل التي منذ أن بدأت مشاكل الحرب في محافظة تعز إلى الآن هي كل يوم تتكرر،
واللجنة الطبية تبذل قصارى جهدها حتى ولو بالجزء اليسير حتى يتم يعني متابعة المستشفيات ومتابعة حقوقها. نحن الآن ننذر بقدوم كارثة بيئية صحية. نعم. مشاكل تتفاقى من انعدام مادة الأكسجين وانعدام مادة الديزل، والله أعلم كيف سيتم حل هذه المشاكل القادمة. نعم دكتور، يعني تكرم بالبقاء معنا. سينضم لنا الآن وكيل وزارة الصحة دكتور علي الوليدي. دكتور علي مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني سنبدأ معك مما قاله دكتور فارس العبسي. دكتور فارس العبسي تحدث أن وزارة الصحة غائبة تماما عن الوضع الصحي في مدينة تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كل عام وانتم بخير والشعب اليمني بصحة وسلام. وانتم بخير. طبعا أشكر الدكتور فارس واللجنة الطبية والسلطة المحلية ممثلة بمحافظة محافظة تعز الأستاذ علي المعمري. نعم. على جهودهم الذي تبذل حقيقة. إمكانياتهم شحيحة وهم في وضع وظرف استثنائي صعب، لكن بقدر يعني إمكانياتهم هذه يعملوا ليل نهار. هذا يدل على شيء، يدل على روحهم الوطنية وإخلاصهم وتفانيهم للتعز. تعز تحتاج الكثير مننا جميعا. طبعا دور وزارة الصحة يعني في محافظة تعز واقتحام المحافظات هو دور يعني موجود. مثلا كثير من الأمور وزارة الصحة حاضرة فيها، لكن يمكن بطريقة أو بأخرى تكون حاضرة. نعم. لنا تواصل مع السلطة المحلية، مع المنظمات الدولية، مع بالأخص منظمة الصحة العالمية. هناك بعض الأدوية أو كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية توصل لكثير من المناطق في محافظة تعز. الوقود مع منظمة الصحة العالمية، مع مركز الملك سلمان يرسل بعض المستشفيات. نتيجة الحصار لمحافظة تعز، الحرب الشعواء لهذه المحافظة الأبية، طبعا هناك يعني قصور بطريقة أو بأخرى. نعم. ليس هو مقصود، ولكن نتيجة الحرب والحصار فبالتالي أكيد بيكون في تقصير، لكن مش التقصير الذي تحدث عنه الدكتور فارس. نحن دورنا موجود وحاضرين في كل مكان في 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 في, في تعز. نعم دكتور، يعني هناك يعني كارثة طبية حاصلة في مدينة تعز، يعني ما سر غياب، ما تفسير الغياب هذا لوزارة الصحة؟ لا، ليس بهذه الصورة انه غياب وزارة الصحة. لا، بسبب الحرب زي ما تكلمنا في السابق. نعم. والحصار الذي موجود على مدينة تعز كثير، يعني في بعض توصل والبعض منها ما يوصل بسبب الحصار. طبعا نتيجة الحرب هذا شيء طبيعي انه يحصل، هذا نتيجة الحرب. معنا تعز نحن في وزارة الصحة نعمل بقدر الاستطاعة اننا نحاول يعني نساعد كثير من المستشفيات، الطاقم الطبي، نحاول يعني مساعدتهم. مثلا في الفترة الأخيرة على موضوع ساعدنا في يعني هذا مش طبعا مش منا، لا مننا، هذا واجبنا في هذا الاتجاه. في موضوع الجرحى تم يعني إسعاف عدد من الجرحى وخارجهم لخارج البلد بجهود من الأخ المحافظ مع وزارة الصحة، مع الأخ وزير الصحة يعني والأخ نائب الوزير دكتور عبد الله، عاملين اهتمام خاص لمحافظة تعز. السلطة المحلية برضو دورها قامت دور كبير، الحكومة، الرئاسة، الكل مهتم في موضوع تعز. لكن ظروف محافظة تعز وظروف الحرب في تقصير او مش تقصير، لكن ليس بالصوره التي تتحدث عنها او تحدث عنها الدكتور فارس انه تقصير متعمد او ليس بهذه الصوره الذي انتم يعني تحدثتم عنها. نعم دكتور، تكرم بالبقاء معنا. يعني نعود بالسؤال لرئيس اللجنه الطبيه العليا الدكتور فارس العبسي. دكتور، لعلك سمعت ما قاله الدكتور الوليدي ان هناك يعني حضور في مدينه تعز لوزاره الصحه، ولكن الوضع يعني وضع الحرب في المدينه هو ما اظهر بعض القصور. يعني ما تعليقك؟ انا اشكر الدكتور الوليدي واشكر روحه الطيبه. هو قال انه يتواصل مع منظمه الصحه العالميه، انا اتواصل مع منظمه الصحه العالميه، متواجدين معي في محافظه طيب، تواصلي معه احسن من تواصلهم معه. انا اشكر روحه الطيبه، اشكر هذا الدعم المعنوي الذي يبذله. بالنسبه لمساله انه تابع موضوع الديزل، لنا 4 أشهر الى الان لم يصل، ومعلوم ان هذه الاشياء كلها تاتي من مركز الملك سلمان. نحن نريد من وزاره الصحه اليمنيه التابعه للحكومه الشرعيه ولو بالنزل البسيط، حتى بتوفير الميزانيه التشغيليه للمستشفيات الحكوميه. أين هذا الدعم الذي يتكلم عنه؟ ليحدد، ليكون دقيق وتحديد، ما الذي مد به محافظة تعز؟ هل أرسل الميزان التشخيصي للمستشفيات الحكومية؟ هل أرسل مخصصات مكاتب الصحة المحافظة؟ هل لم يصل منها شيء؟
تواصله مع منظمه الصحه مشكور، يتواصل اوكي زيهم تواصل مع بعض. مساله انه الديزل عن طريق مركز الملك سلمان، انا ممكن اتواصل عن طريق مركز الملك سلمان. موضوع الجرحى فعلا لهم جهد فيه، جزاهم الله كل خير. انا كنت رئيس لجنه الجرحى واشتغلنا في تعز ورفعنا لهم القوات الجاهزه، نعم بسيط بينهم بين المملكه العربيه السعوديه والطيران. ففي الواقع حقيقي اين الميزانيه التشغيليه؟ فقط اريد ان ارد عليه، اين الميزانيه التشغيليه للمستشفيات الحكوميه او النزل البسيط من وزاره الصحه في محافظه تعز؟ نعم دكتور، يعني بسؤال اخير وبشكل مختصر، يعني كيف تقيم مستقبل المنظومه الصحيه في مدينه تعز اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حاليا؟ إذا استمر الوضع على ما هو عليه ينذر بكارثة بيئة صحية، وسنعود إلى قبل عصور وعصور في عالم الطب. نحن الآن يعني وصلنا أن نستخدم الطرق البدائية البسيطة حتى في غرف العمليات. يعني أقول الآن إذا استمر هذا الوضع ينذر بموت تعز صحيا، قبل موتها سياسيا وموتها في جميع النواحي الأخرى. نعم، إذا أشكرك جزيلا رئيس اللجنة الطبية العليا في تعز الدكتور فارس العبسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة تعز. نعود بالسؤال إلى الدكتور الوليدي، يعني دكتور تحدث الدكتور فارس عن أولا هو شكرك على جهودك أو تقديم الدعم المعنوي كما ذكره، لكن يقول أن وزارة الصحة يعني ليست حاضرة كوزارة مسؤولة من قبل الدولة في متابعة الوضع الصحي في مدينة تعز. يعني في مسألة التواصل أنت تتواصل وهو يتواصل أيضا مع المنظمات الدولية، وفيما يتعلق بالدعم فهناك بعض الدعم يصل من مركز الملك سلمان وليس بمقدم من وزارة الصحة تحديدا. يعني هو يسأل عن وزارة الصحة غائبة تماما عن القيام بواجباتها ودورها في مدينة تعز. هو طبعا دكتور فارس مشكور على كل الجهود اللي قاله، حقيقة هو كان يعني في إجحاف على وزارة الصحة والشرعية من قبل الدكتور فارس انه قال انه لم يشاهد شيء من قبل الوزارة. عموما حب اوضح له نقطة في الموازنة التشغيلية على المستشفيات. انا قمت بزيارة الى جميع محافظات المحافظات المحررة، وفي زيارة اخرى ان شاء الله لمحافظة تعز قريبا ان شاء الله باذن الله، محافظة معرب. الموازنة التشغيلية هذا هم، هو الهم الاكبر لنا. يعني كل المستشفيات في المحافظات المحرره تعاني من موضوع الموازنه التشغيليه، من مستشفى القيضه في محافظه المهره شرقا الى مستشفى ابن سينا في حضرموت في المقلة الى مستشفى تيون الى مستشفى عكاظ الى مستشفى الرازي في ابين، مستشفى الجمهوريه في عدن، مستشفى الصداقه، مستشفى ابن خلدون في تعز. جميع المحافظات تعاني من موضوع الموازنه التشغيليه. تعز هي في وضع استثنائي، وضع صعب. نحن كمان في يعني موضوع وزاره الصحه والبلد كله في وضع استثنائي. الانقلابيين والميليشيا استولت على وزاره الصحه وعلى مؤسسات الدوله وعلى البنك المركزي، وبالتالي هي السبب فيما نحن فيه اليوم. نعم. دور وزارة الصحة موجود في تعز أو في غير تعز بإمكانياتها المتاحة لها، وهي يعني تولي تعز اهتمام خاص. ونحن تواصلنا مع لنا تواصل قيادة الوزارة مع السلطة المحلية في محافظة تعز، وإن شاء الله الأيام القادمة يعني بإذن الله إنه يعني تعز يصل لها ما تستحقه من دعم ومساعدة ومعونة. ومنظمة يعني كثير من منظمة الصحة العالمية في عدن نحن تواصلنا معهم، يعني يبعثوا بطريقة أو أخرى لتعز. نعم دكتور علي، يعني بسؤال أخير أو بنقطة أخيرة، يعني المشاهد يعني لنطع المشاهد بالصورة، ما الذي قدمته وزارة الصحة خلال الفترة السابقة لمدينة تعز فعليا؟ ما قدم للمحافظات الاخرى يقدم لتعز من ادويه ومساعدات ومعدات. يعني ما طبعا نحن وضعنا وضع استثنائي، فنحن كل تواصلنا من يعني عن طريق مركز الملك سلمان، عن طريق المنظمه الدوليه، وعن يعني بجهود وزاره الصحه، كل هذا اللي يتم في محافظه تعز او غيرها يتم عن طريق وزاره الصحه، ويولي وزير الصحه دكتور ناصر باعوم محافظه تعز اهتمام خاص. نعم، اذا اشكرك الدكتور علي الوليدي وكيل وزاره الصحة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. ختاما لا يسعني إلا أن تتقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد القاسم، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.